السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في هذا الفيديو سأشارك معكم آخر أخبار اللاعب الدولي الجزائري المظلوم في نادي مانشستر سيتي ألا وهو رياض محرز وعلاقته بهذا النادي، آخر أخباره، وأيضا في نفس السياق كنهاية لهذا الفيديو سأشارك معكم آخر أخبار لاعبي محترفينا كعجالة. فأعزائي المشاهدين، إذا أعجبك هذا الفيديو لا تصدقت على زر اللايك، وإذا كنت تشاهدون للمرة الأولى أيضا شرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وأبدأ لكم بالخبر الأول ألا وهو أن النجم الدولي الجزائري وبهدفه الرائع والذي حطم الأرقام القياسية وأصبح ترند عالمي بكنترول ومراوغة وهدف، يعني حصل على العلامة الكاملة أمام زيمبابوي في ملعب هيراري، توج هذا اللاعب وبهذا الهدف أفضل هدف في الجولة الرابعة من تصفيات مؤهلة لكان 2021 بدولة الكاميرون، وذلك بدعم جماهيري كبير جزائري للنجم الدولي الجزائري رياض محرز الذي يعني أفرحنا في تلك المباراة، وذلك جاء بدعم خرافي حيث يعني كان في المرتبة الأولى برصيد 49.8%، بينما جاء وراءه موسونا صاحب الهدف الذي سجل علينا على رايس وهمبولحي برصيد 44%، فحتى الزيمبابويين يعني دعموا ابن بلدهم بما انهم سجلوا علينا هدف ولم يصدقوا انهم خرجوا بتلك النتيجه مع المنتخب الوطني الجزائري المتحصل على اخر نسخه كان 2019. بطبيعه الحال هذا التتويج لرياض محرز يعني لن يضر به ولن يفيده، لان هذا التصويت يعني لن يرشح رياض محرز للفوز بجائزه يعني ملموسه او شيء من هذا القبيل، بل دعم معنوي. فشكرا لجميع يعني المشاركين وجميع الداعمين لرياض محرز الذين يعني صوتوا عليه في هذا التصويت، خاصه انهم يعني ردوا اليه الجميل بما انه يعني افرح جميع الجزائريين. بينما في خبر اخر اعزائي المشاهدين، تم ورسميا بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي جدد عقده وذلك بشكل رسمي مع نادي مانشستر سيتي الى غايه سنه 2023، وطبعا عندما اقول لكم ان هذا المدرب يعني جدد عقده مع هذا الفريق يعني راح تتاكد من انه رياض محرز سيعاني لسنتان اضافيتان بسبب فلسفه بيب غوارديولا ويعني اللاعبين في نادي مانشستر سيتي والى ما غير ذلك. فبطبيعه الحال يعني هذا المدرب عندما جدد ثقته صاحب النادي وايضا مالك النادي بهذا المدرب وجدد عقده الى غايه سنه 2023، كان هنالك استضافه للعديد من اللاعبين من نادي مانشستر سيتي، وطبعا كل واحد ابدى رايه في تجديد هذا المدرب لعقده مع نادي مانشستر سيتي، وكل لاعب كانت له كلمته، ومن بينهم النجم الدولي الجزائري رياض محرز، والذي صرح اعزائي المشاهدين كالاتي، وطبعا المصدر هو الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي. صرح قائلا رياض محرز عن بيبو غوارديولا: لقد فاز بالعديد من الالقاب، عندما ترى الفرق التي يدربها عفوا يمكنك ان تقول انها فرق بيب غوارديولا، لديه بصمته الخاصه على الفريق. يعني كان هذا تصريح رياض محرز، ورياض محرز يعني يعني اخر مباراه اجتمعت بين هذا الفريق وبين هذا اللاعب كان خارج قائمه نادي مانشستر سيتي المعنيه بمباراه ليفربول، وطبعا اعتقد ولست اعتقد بل متاكد ان كان هنالك شجار بين رياض محرز وايضا بين لاعبي نادي مانشستر سيتي، او يعني من تصرفات بيب غوارديولا مع هذا اللاعب، يعني كيفاش هذا اللاعب كان ينتظر هذه المباراه القويه، بما ان بيب غوارديولا كان يقول بلي انه رياض محرز يعني رجل المهمات الصعبه، فاتت المهمه الصعبه ورياض محرز كان في كرسي البدلاء. فاعتقد ان هنالك شجار بينهما والله اعلم، ولكن اعزائي المشاهدين رياض محرز يعني شكر في بيب غوارديولا كثيرا في هذا التصريح، ولكن اعزائي المشاهدين كنقول لكم بلي انه شكر فيه وذلك عبر الصحافه وعبر الاعلام، لانه ما راحش يقدر يقول بلي انه راني محقور في نادي مانشستر سيتي او شيء من هذا القبيل. فهذا التصريح من رياض محرز فقط ستار، فقط كان ضغط عليه ان يصرح هذا التصريح، ولكن اعتقد ان في قلبه او شيء من هذا القبيل يعني شيء اخر، لان رياض محرز مظلوم في نادي مانشستر سيتي، وهذه الكلمه ما اتفقش عليها انا او انت او انت عزيزتي المشاهده، بل كل العالم اتفقوا ان رياض محرز مهمش من طرف بيب غوارديولا وسيتحطم مع بيب غوارديولا، واخر وابرز دليل انه قدم مباراه مع الجزائر لا توصف يعني ذهابا وايابا. فكان هذا تصريح رياض محرز لبيب غوارديولا، وطبعا في المؤتمر الصحفي الذي جمع بيب غوارديولا قبل مباراه السبيرز اي توتنهام التي ستقام ان شاء الله يوم غد، بيب غوارديولا تكلم عن العديد من الاشياء، الاصابات وايضا الانتقالات، وتكلم عن ليونيل ميسي الذي صرح اعزائي المشاهدين انه متمني، بيب غوارديولا صرح انه متمني انه ليونيل ميسي يبقى ويعني يتقاعد مع هذا الفريق وهو متواجد فيه،
يعني استبعد فكرة أنه سيشتري هذا اللاعب، ولكن أعتقد أن هذا تمويه فقط، لأنه ليونال ميسي إذا خرج من نادي برشلونة ستكون وجهته المحتملة والقوية هي نادي مانشستر سيتي. فلهذا بيب غوارديولا طرحت عليه العديد من الأسئلة، وطرح عليه سؤال محدد، يعني قالوا له: ما هو رأيك في المستوى الذي قدموه لاعبيك في هذه في يعني المناسبات الدولية؟ فبيب غوارديولا تجاهل كل تجاهل لرياض محرز من هذا يعني التصريح. صرح هذا المشاهدين وتكلم عن روبن دياز وايضا فيل فودن وايضا فيران توريس، صرح قائلا: إذا كان من الجيد ان يلعبوا بشكل جيد مع بلدانهم التي يحبونها. قدم فيران توريس اداء مذهلا، ويسعدني عودة فيل فودن وانه عاد للعب مع منتخب بلاده، وايضا حتى روبن دياز سجل هدفا ايضا هدفين اعزائي المشاهدين، ولقد لعبوا جميعا جيدا حقا. يعني تجاهل رياض محرز، ورياض محرز هو الذي خطف الاضواء وخطف كل النجوميه من هؤلاء اللاعبين. فيران توريس سجل هاتريك ولم ياخذ ذلك يعني الضوء الكبير من السوشيال ميديا، ليس مثل رياض محرز. فلماذا اعزائي المشاهدين فيران توريس رغم انه سجل ثلاثيه اهداف ضد المانيا ولم ياخذ هذا التطبير ولم ياخذ هذا يعني الحب الجماهيري الكبير وكل الصحافه لم تتكلم عليه؟ لانه يعني رياض محرز اولا كان مصاب، ثانيا يعني بيب غوارديولا اهانه في اخر مباراه امام ليفربول، فرياض محرز انتقم على طريقته الخاصه واصبح ترند عالمي، بينما هذا اللاعب يعني متاكدين انه بما انه اسباني وبيب غوارديولا اسباني راح يحظى بالوقت الكافي للعب مع نادي مانشستر سيتي، وكل الصحف متطمئنه حاليا، خاصه انه عندما كانت المباراه التي جمعت بين نادي مانشستر سيتي وليفربول، يعني بيب غوارديولا فضل فيران توريس على رياض محرز، وفيران توريس ما قدم ولا شيء، برناردو سيلفا كذلك. فيعني كانت إهانة لرياض محرز، ورياض محرز رد عليه بطريقته الخاصة وأصبح ترند عالمي. وفي هذا التصريح في هذه الندوة الصحفية بيب غوارديولا أعتقد أنه تعمد يعني تجاهل رياض محرز وما الذي قدمه مع فريقه الدولي الجزائر. لكن رغم ذلك جاءت الإشادة من حساب البريمير ليج الرسمي، والتي زادت من إحراج بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، حيث نشرت أعزائي المشاهدين مراوغة رياض محرز وهدفه ضد توتنهام عندما كان لاعبا في ليستر سيتي، وجاء في هذه التغريدة قائلين: يا لها من نهاية رائعة، هدف عالمي من رياض محرز. وطبعا يعني مشاهدين محفزة لرياض محرز، وممكن إن شاء الله أن نراه أساسي يوم غد. بينما في خبر آخر كما قلت لكم عن لاعبين محترفين، أود أن أتكلم عن إسماعيل بن ناصر. إسماعيل بن ناصر كنهاية لهذا الفيديو، يعني في الآونة الأخيرة قبل أسبوع يعني على العموم، كانت هنالك صحف إيطالية يعني طالبت ببيع هذا اللاعب، أو بمعنى آخر أن يجلسوه في كرسي البدلاء، وذلك من أجل فتح طريق لتونالي اللاعب الإيطالي أن يلعب مكان هذا اللاعب الدولي الجزائري. فطبعا كان هجوم شرس على اسماعيل بن ناصر، وكان هناك ايضا رده فعل الجماهير الايطاليه ساخره من ذلك المقال الذي نشرته بعض الصحافه الايطاليه، شاركتها معكم في فيديو سابق وخبر سابق. ولكن اليوم اعزائي المشاهدين الحساب الرسمي وايضا الموقع الرسمي لتوتو ميريكاتو ويب الذي متخصص في الكره الايطاليه صرح لنا اعزائي المشاهدين ان نادي اي سي ميلان يعني يريد تجديد عقد هذا اللاعب مره اخرى. يعني هذا شيء جميل، يعني انا احببت فكره انه يجدد عقده مع نادي اي سي ميلان من اجل موسم اخر، لانه في هذا النادي فاز اولا بالنضج، اصبح ناضج كثيرا واصبح يقدم مستويات كبيره لا على المستوى الدولي ولا على يعني المستوى النادي الايطالي اي سي ميلان. فما شاء الله هذا اللاعب راح كل مره يزيد يتطور في الاداء نتاعو مع هذا الفريق، انا متمني يبقى. وكابرز دليل على ان هذا النادي اي سي ميلان لا يريد التفريط في هذا اللاعب، يعني وضع شروط تعجيزيه لبعض الانديه التي تريد وتتهالف وتتسابق من اجل اخذ والتعاقد مع هذا اللاعب في الميركاتو الشتوي، من بينها باريس سان جيرمان، من بينها ايضا يعني ريال مدريد والى ما غير ذلك. يعني كل هذه الانديه تريد التعاقد مع هذا اللاعب، فيعني وضعت شروط جزائيه كبيره ولا تريد يعني التفريط في هذا اللاعب، واذا خرج هذا اللاعب سيخرج بمبلغ ضخم جدا، فمن المؤكد ان هذا اللاعب ان شاء الله سيبقى الى موسم اضافي. وقولوا لنا في صندوق التعليقات ما هو رايكم حول هذا الموضوع، هل تريدون هذا اللاعب ان يخرج من نادي اي سي ميلان او تريدونه ان يبقى في نادي اي سي ميلان؟ واذا كانت اجابتكم انكم تريدون خروجه من هذا الفريق، اي وجهه تفضلون وتنصحوا هذا اللاعب؟ اجيبونا في صندوق التعليقات. وهنا ينتهي هذا الفيديو، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.